السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عمي، كي داير؟ لاباس عليك؟ حياك الله بنتي إلهام. بارك الله، شكرا بزاف على تفسير القرآن اللي كتجيب لينا، كتقوي لنا الإيمان. شفت هذه الآية واعرني فسرتيها. الله يحفظك بنتي إلهام. شكرا بزاف، الله يحفظك عمي على تفسير القرآن. اللهم أمين بنتي. بغيت غير نقول لك واحد السؤال. نعم. كيفاش يعني يكون عندك هذاك الإيمان الصادق من القلب، يعني كلمة تخرج هذيك كلمة لا إله إلا الله صادقة؟ يعني اللي سولتيه كيقول لك أنا عندي مشكل كبير، مشكل السكن، مشكل النقل، مشكل المدرسة، مشكل التطبيب، مشكل في المحكمة، مشكل مع الجيران، مشكل المرأة مع زوجها، المشاكل ديال الأولاد، حياة تموج بالمشاكل، والناس لهم أغراض، شي كيجري هنا وشي كيجري هنا. مع العلم بأن جوهر الوجود وسر الوجود إذا استقام الكل يستقيم بأمر الله، كل ما في الحياة يستقيم رغم أنه في تعب لكن يخف قليلا. أشنا هو سر الوجود؟ هو هذا السؤال لسولة بنتنا إلهام. إلهام بنتي، الإيمان بالله عز وجل هو من أجل خلقنا الله تعالى. رب حش واحد في المدرسة عطيتي واحد الإنشاء وقلتي لي تكلم على واحد الموضوع، وبدك يتكلم على مواضيع أخرى مهمة لكنها هامشية، أش غادي يقول لي المصحح؟ أوخ سوجي، خارج عن الإطار، خارج عن الموضوع. الذي يبدو بأن الكثير منا ولا في حياته أوخ سوجي، يهتم بشؤون الدنيا كثير وهي مطلوبة لأنها موطن الحياة، لكن لا ينبغي أبدا أن يغفل عن حقيقة الدين لأنه هو الأساس من أجله خلقنا. لم نخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لماذا خلقنا؟ الجواب يقول الحق سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ابن عباس مفسر القرآن الكريم ماذا قال؟ ليعبدون، قال ليعرفون، يعني معرفة الله، أن الإنسان في هذا الوجود من خلال الحياة يتعرف إلى وجود الله. إذا أراد أن يأكل الطعام ينظر للطعام قبل أن يمد يديه، من أعطاني هذا الطعام؟ أعطاه لي الكريم. فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن صببنا الماء صبا وشعقنا الأرض شقا فأنبتنا من حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. أي شيء في الحياة تريد أن تضع يدك إليه أو عينيك عليه قبل أن تفعل، تذكر بأنه كرم من عند الله مسخر لك أيها الإنسان. هذا أول ما ينبغي به أن يعمر قلب المؤمن بالإيمان، وهو أن يربط دائما بين النعمة والمنعم. نحن الحمد لله في عصرنا هذا، وعصرنا هو أكثر العصور التاريخية فيه النعم. من قبل لم تكن هناك سيارات ولا قطارات ولا طائرات ولا كاميرات ولا حقوق إنسان وبرلمانات ومؤسسات، لم تكن هناك فلاحة سقوية من هذا القبيل المتعدد والمتنوع، لم تكن هذه الخيرات. عصرنا هو أعظم العصور على الإطلاق. يكفي أن في الحج كان الناس يذهبون للحج 6 أشهر ذهاب و6 أشهر إياب يمر عليهم العام فقط في الذهاب والإياب. نحن اليوم ممكن أن نذهب إلى البقاع المقدسة في 6-7 ساعات تكون في مكة المكرمة. هذا رزق عظيم، هذا خير كبير. علينا أن نربط كل نعمة بالمنعم. أي نعمة أعطاها الله إلينا؟ نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة النطق، نعمة النوم، نعمة الاستيقاظ، نعمة الزواج، نعمة الإنجاب، نعمة الرزق، كل النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتموه. وفي رواية
وفي قراءة وآتاكم من كل ما سألتموه. لابد أن نربط بين المنعم والنعم، هكذا يتقوى الإيمان. لابد بنت إلهام أن نحيي عبادة التأمل والتفكر والتدبر، هذه عبادة من أهم العبادات. الناس يظنون أن العبادة فقط صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة، هذه تسمى أركان الإسلام، هذه الأركان. أما العبادات فهي كثيرة، من بينها عبادة التأمل وعبادة التفكر وعبادة النظر في جلال الله، ما يسميها بعض المفكرين الفريضة الغائبة. نحن في عالمنا الإسلامي عندنا فريضة غائبة، هي فريضة التأمل والتفكر والعلم. للأسف البعض قالوا بأن الفريضة الغائبة هي الجهاد، وكونوا جماعات دينية وأغروا الشباب ودخلوا في سفك الدماء وزهق الأرواح ودمروا الأخضر واليابس وأفنوا الحياة فوق الأرض، ولم يحصلوا على شيء، لم يحصلوا على شيء. في النهاية نحن الآن نتابع الأحداث، لم يحصلوا على شيء سوى دمار وخراب. لماذا؟ لأن المنطلق قالوا بأن الفريضة الغائبة هي فريضة الجهاد، وهو خطأ. الجهاد له من الدين لكنه له قواعد وأصول وله ضوابط. أما الفريضة الحقيقية الغائبة هي فريضة الفكر والتأمل والتدبر والعلم والمدارسة، بها تتوصل إلى وجود الله، هذه نسميها هي الفريضة الغائبة. فبنت إلهام عن طريق التأمل والتدبر إيمانك يتقوى. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل الفجر دخل إليه عنده سيدنا بلال لكي يوقظه ويستعد لصلاة الفجر مع الجماعة، فوجد النبي الكريم يبكي، فقال له: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كيف لا أبكي وقد أنزل علي الليلة آية ما أعظمها؟ فقال بلال: ما هي يا رسول الله؟ بشغف يريد أن يحفظها. فقال النبي الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم قال النبي الكريم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر. عبادة التفكر والتدبر في جلال الله وملك الله. انظر إلى نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى نفسك في المرآة، كيف أعطاك الله تعالى عينين ولسانا وشفتين؟ كيف أعطاك الله تعالى هذه الأعضاء وجملك وحسنك وأعطاك القدرة على النطق والكلام والتواصل؟ أعطاك القدرة على السمع والإبصار، أعطاك القدرة على الحركة، أعطاك ما لا يعد ولا يحصى. هكذا بنت إلهام يتقوى الإيمان، أولا بأن نربط النعمة بالمنعم، أن نتفكر في ملكوت الله، وأن نحافظ على الصحبة، صحبة الأخيار، هكذا يتقوى الإيمان. لأن المؤمن ضعيف بنفسه قوي بأصحابه المؤمنين. لابد أن نبحث عن صحبة طيبة، صحبة كريمة، نجالسهم، نجلس للمذاكرة، نجلس لتلاوة القرآن، ترشدني وأرشدك. لهذا الصالحون دوما تجدهم عندهم أماكن ومقرات يتجمعون فيها لذكر الله. دعينا من التجمعات المتعلقة بالدنيا، هناك مقر لحزب سياسي يريدون أن يتحدثوا عن مشاكل السياسة ومشاكل التنظيم، هذا أمر دنيوي. أو مقر حزب نقابي يدافعون عن حقوق العمال وأرباب العمل، هذا مشكل دنيوي. عندك مقر آخر للهو والغناء والمعازف، هذا للترفيه والتسلية. لكن مقر نجتمع فيه فقط لذكر الله، ما هي؟ هي المساجد. مساجد الله خير الأماكن التي نقوم فيها بالمذاكرة، هي بيوت الله سبحانه وتعالى، نذهب إليها، نجالس الأخيار، نسمع منهم الدروس. والحمد لله في بلادنا العزيزة المساجد مفتوحة، وعندنا النظام ديال الوعظ والإرشاد في أوقات متعددة، والخير موجود لله الحمد. فأسأل الله الكريم بنتي إلهام أن يحفظك ويرعاك، وأرجوك ذلك الذيك تهلي فيه، رأينه مخلوق مؤمن. الديك إذا صاح، إذا سمع كلام حق وصواب، يصيح وكأنه يقول: أشهد
أن ما قلته حق وصواب. حفظك الله وبارك الله فيك بنتي إلهام، وتحية كبيرة لساكنة أهلي جيرسيف. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.